ما زالت الإجراءات الحكومية لمواجهة وباء كورونا دون المستوى المطلوب في ظل غياب الإجراءات الوقائية والتوعوية المناسبة وعدم القدرة على تنفيذ حظر التجوال، مع إبقاء الحدود والأجواء مفتوحة أمام الرحلات القادمة من الخارج. مع إعلان السلطات الحكومية في العراق تمديد حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى يوم 28 من آذار الجاري، لا يبدو أن الوضع على ما يرام في ظل الخرق المتواصل للحظر، ما ينذر بتفاقم أعداد الإصابات. في رد إجراءات واحترازات أكثر من هذا الشيء، لأن الإجراءات التعقيم، توفير مواد المعقمة، الدعم لأصحاب المحلات من حيث مواد التعقيم. الإجراءات الحكومية ضعيفة والمواطن ما متعاون. يعني هسه احنا منع التجوال وباع العالم هالكل طلع تقول عندهم احتفالية، مو صحيح. ووعي الجماهير ضعيف كلش، وعي الجماهير كلش ضعيف. خلية الأزمة التي شكلت لمواجهة الفيروس قالت إن الحظر يشمل تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية والمدارس على أن يجري إعادة تقييم الوضع حسب الموقف الوبائي. لكن المشكلة تكمن في عدم القدرة على إغلاق الحدود أو فرض إجراءات وقائية للقادمين من الخارج. هو مكان ما يعني يطلع حظر التجوال، يروح مثلا يقفل المطارات، يقفل الحدود. أنا من الناس قبل أسبوع اجيت من سوريا، طبيت العراق بلدي، لا فحص لا شو اسمه، لا اكو لجنة طبية، لا اكو ابد نهائيا. اختم وطب جو واخذ جنطتك وروح. زين انت ما تدري انا حامل فيروس او حامل اي مرض، مو الا شغله فيروس كورونا. اكيد احنا طبعا من جتينا هاي الوباء ومن اجانا هذا الكورونا، غير من وراء انه الحدود مفتوحه، غير انه هسه موجودين الايرانيين وسطنا، من دا نروح للكاظميه وللمناطق المقدسه دا نشوفهم موجودين، هذا معناته ماكو غلق كامل للحدود. وفي ظل ظروف اقتصاديه صعبه، يرى العديد من المواطنين أن فرض حظر التجول ليس كافياً بغياب الإجراءات الوقائية والتوعوية المناسبة وعدم قدرة السلطات على تنفيذ الحظر أو توفير البدائل لأصحاب الدخول المحدودة الذين يعتمدون على كسبهم اليومي. أغلب الناس هي رزقها يومي، تضطر تطلع يومياً إنه تكسب قوتها. أكو ناس عيشتها على اليومية، إذا اشتغلت اليوم أكلت، ما اشتغلت اليوم ما راح تقدر تأكل. فلهذا أغلب الناس يضطرون يطلعون في سبيل قسم قوتهم، خاصة إحنا بظروف اقتصادية صعبة. ويعد العراق واحدا من أكثر الدول العربية تضررا من فيروس كورونا المستجد، لا سيما مع امتلاكه حدودا وأجواء مفتوحة مع إيران التي فتك بها الوباء وصارت بؤرة انتشاره في المنطقة عموما. السلام عليكم ناسنا، احبتنا، اصدقائنا، نرجو منكم الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج، الموضوع جد وخطير. هذا اللي نريده منكم، ما نريد اي شيء، فقط الالتزام بالحجر المنزلي. ما نريد يتكرر بينا فيلم لا الصين ولا ايران ولا ايطاليا. نحكي لكم اياها بعده لغات، بالانجليزي ستي هوم، بالايراني دار خانام ميمانام، بالكردي بتشورامو، وبالعراقي ابقى بيتك.